إذا للوقوف عند ظاهرة الهجرة العكسية من المناطق والمدن المنكوبة إلى المخيمات مرة أخرى والأسباب التي تقف وراءها، ينضم إلينا عبر سكايب من كوبنهاجن الكاتب والباحث السياسي عبد الله سلمان. أستاذ عبد الله، مرحبا بكم. يعني مثل ما صرحت وزارة الهجرة والمهجرين تعلن عن موجة نزوح عكسي من محافظة صلاح الدين إلى مخيمات النزوح في محافظة نينوى، بماذا تفسر ذلك خاصة بعد سنوات من إعلان الحكومة استعادة هذه المدن من تنظيم داعش؟ الحقيقة أصل الدعوة كان ينقصه الكثير من تهيئة مستلزمات العودة. مستلزمات العودة تحتاج إلى بنى تحتية للمناطق المدمرة، إضافة إلى مجمعات سكنية جديدة أو تعويضهم بشكل سليم، أو إيجاد فرص عمل للحياة الحرة الكريمة للنازح العائد. كل هذه الأمور غير متوفرة كما ذكر تقريركم. والحقيقة هي العودة لهم من يعني من بعد انتهاء المعارك العسكرية بالمناطق تاجرت بها كل الحكومات من العبادي إلى عادل عبد المهدي وأخيرا حكومة الكاظمي. الدعوة لهم المستعجلة الغير مدروسة أو الغير مهيئة لها هي لأسباب عديدة، منها الحكومة تريد أن تسوق نفسها أمام المنظمات الدولية والمجتمع الدولي على أنها أنجزت شيء للشعب العراقي وهي حكومة مؤهلة لأن تقود المرحلة القادمة. والجانب الآخر هم الأحزاب والمنظمات الموجودة بهذه المناطق، البرلمانيين والأحزاب جميعا يتاجرون بها كعملية أنهم أنجزوا شيء، وإحنا لاحظنا بالفترة الأخيرة زياراتهم إلى الأماكن المهدمة في جرف الصخر ومناطق أخرى على أنهم حققوا شيء ووعدوا بعودة المهجرين، وهذه كلها أسباب سياسية حقيقة تجارة بمصائر الناس. أما أسباب عدم يعني الإعمار من تلك الفترة إلى اليوم هو عامل الفساد الكبير الذي يسود كل مشاريع العراق منها، وهي استغلال مثل هذه الفرصة، يعني استغلال فرصة وجود النازحين ومأساتهم. وإحنا سمعنا على جميع وسائل الإعلام أن واحد من هؤلاء المجموعة أخذ مليار دولار بجيبه وما حد سأل أين ذهبت. طيب هذه الأموال أستاذ عبد الله، ألا يفترض بالحكومة أن تحرص على عمليات دعم النازحين وتوطينهم على أقل تقدير من أجل تحسين سمعتها وصورتها أمام المجتمع العراقي على أقل تقدير؟ الحكومة العراقية والحكومات المتعاقبة حقيقة جميعها غير قادرة على فرض إرادتها أو وجهة نظرها السياسية وتطبيق مشاريعها، غير قادرة على الإطلاق لأنها خاضعة لإرادات الكتل السياسية الموجودة وجميعها تؤمن بالفوضى وخلق مشاكل للعراقيين من أهداف هذه الأحزاب. فالحكومة أضعف من أن تستطيع لتقديم أي خدمة للمواطن العراقي حتى على أساس مصلحتها أن تكون حكومة ذات سمعة طيبة أمام الشعب العراقي. الحكومة لا يهمها حقيقة مصلحة الشعب العراقي، بدليل أنه كثير من المآسي للشعب العراقي هي عاجزة أمامها، يعني من طيب النازحين وغيرها. أستاذ عبد الله، كما تعرفون أن الانتخابات المبكرة التي دعا إليها مصطفى الكاظمي على الأبواب يعني أقل من شهرين على إجراء هذه الانتخابات، الآن يعني سنة العملية السياسية إن صح هذا المصطلح يركزون على ملف المهجرين والنازحين، لكن ما مدى صدقية مطالبات هؤلاء بعودة النازحين والمهجرين إلى مدنهم؟ ما صدقيتهم في ذلك؟ عملية النزوح ليست وليدة اليوم، هي من عام 2014 وقبلها أيضا كان نزوح موجود لأسباب طائفية، نتذكر حزام بغداد، كل النزاح قبل هذه الفترة يعني. فالعملية ليست جديدة، وهذه كل المتاجرات السياسية، وهم يعرفون إذا قضية النازحين أو غير قضية النازحين هم حصصهم موجودة بالبرلمان ومحددة ومعروفة. فكل هذه هي فقط عمليات سياسية وتوجه إعلامي وتهويل إعلامي لمصلحة الناخبين أو المرشحين لهذه الانتخابات العرجاء. فالانتخابات بالأصل لم تؤسس بشكل سليم أو صحيح
في المجتمع العراقي أو في الواقع السياسي العراقي. يعني تقصد أستاذ عبد الله، تقصد أنه لابد أولا من عودة المهجرين والنازحين، ومن ثم تجرى موضوع الانتخابات، يجرى موضوع الانتخابات، تعتقد ذلك يعني؟ يعني عملية النازحين يعني عملية جزئية في المجتمع العراقي. نعم. الشعب العراقي كله يعاني من أزمات كبيرة، يجب إصلاحها جميعا للعودة إلى الانتخابات. هذه لو أصلحت عملية الانتخابات بشكل سليم، تغير الدستور، نعم. واختار الشعب العراقي النظام السياسي الذي يريده، كل هذه المسائل تحل ببساطة. من ضمنها تعتبر قضية جزئية قضية النازحين. المشكلة مشكلة عراقية عامة وليست قضية نازحين فقط في الانتخابات. الانتخابات تستخدم قضية النازحين وقضية المتقاعدين وقضية رفع الرواتب والوضع الاقتصادي العام والفساد، كلها تستغل الواجهات الإعلامية والتطبيل والتزمير الإعلامي. طيب أستاذ عبد الله، في هذا الإطار، إذا كان النازحون والمهجرون يقومون بهجرة عكسية من المدن وبالعودة يعودون إلى المخيمات، إذن يعني متى سيغلق ملف النازحين وتغلق هذه القضية في العراق من وجهة نظركم؟ الوضع العراقي العام بشكل عام، واحنا مثل ما قلنا انه العمليه النازحين هي جزء من هاي العمليه السائده في العراق. اذا ما تغير النظام السياسي بشكل عام وانتخبت حكومه صحيحه وفق برنامج سليم ودستور جيد يختاره الشعب بشكل سليم، والغاء هاي العمليات المحاصصه الطائفيه والحزبيه والمناطقيه، واقامه نظام وطني سليم يحل كل جميع مشاكل الشعب العراقي، عند ذاك يمكن للشعب العراقي ان يحل اكبر المشاكل. وتعتبر قضيه النازحين قضيه بسيطه جدا امام الاراده العراقيه الوطنيه الحقيقيه، فيما اذا تحقق للعراقيين هذا المطلب وهو تغيير العمليه السياسيه برمتها والغائها وايجاد نظام بديل ديمقراطي حقيقي للشعب العراقي. عبر سكايب من كوبنهاجن الكاتب والباحث السياسي عبد الله سلمان، شكرا جزيلا لكم.